السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي المباشر لكل زمان ومكان. نستقبل أسئلتكم، اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج وكذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا عبر البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج فتوى الحوار دوت تي في. وضيفنا فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا. أكرمكم الله رب العالمين. يعني إذا كانت هنالك من نصيحة، من كلمة تحب أن توجهها قبل أن نبدأ بالموضوع، نحن نسعد بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير، سيد الأولين والآخرين، رحمة الله العالمين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى أن يرث ربنا الأرض من عليه. وبعد، أحييك أخي الحبيب وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأشد على أيدي مشاهدي الكرام وعباد الله في كل مكان من أرضه سبحانه وتعالى بأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يستمسكوا بدينهم، وأن يعرفوا أن الفجر لا بد أن ينبثق، وأن الظلم لا بد أن ينتهي، وأن سنة الله سبحانه وتعالى في الظالم أن يأخذه أخذع عزيز مقتدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أكرمكم الله. ويعني نشد على أيدي أهلينا في القدس ونقول لهم: القدس في قلوب الأمة كلها، القدس عقيدة لا يستطيع أحد أيا كان سلطانه وأيا كان مكانه وأيا كانت وظيفته على وجه الأرض أن يمس القدس بسوء. فالمليار ونصف ما يزيد على ذلك من المسلمين يعرفون قدر القدس في قلوبهم ويعرفون مكانتها من دينهم، وهي أرض السلام وأرض الإسلام، وستبقى بذلك إلى أن يرث الله الأرض من عليها إن شاء الله. سجلت الأيام الماضية وفاة عدد من اللاجئين السوريين وهم يحاولون الهروب ما بين سوريا ولبنان نتيجة الانجماد والبرد الشديد. صور بالغة المأساوية شاهدناها، يعني الأعداد تتحدث عن حوالي 10-12 هؤلاء الذين عرفنا عنهم حتى الآن. هؤلاء الذين فقط يعني جاء الإعلام بصورهم، أما الذين لا نعلمهم ويعلمهم الله سبحانه وتعالى، وسيلقون الله جل وعلا يقفون بين يديه ويشكون ظلم العباد. والله وأنا أرى هذه الصور يعني للأسف التي تقطع الأكباد والتي تمزق القلوب، حينما أتذكر أولئك الذين يبذرون الملايين والمليارات هنا وهناك، أولئك الذين يعني يضيعون الأموال في يعني في مهاوش لا يرقبون فيها يعني منفعة ولا إلا ولا ذمة، يعني قلت في نفسي: كيف يقابل هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى وقد أعطاهم من النعم وأعطاهم من المال وأعطاهم إلى جوارهم على بعد يعني على بعد أميال بسيطة، إخوانهم قد تكون حاجتهم إلى بضع دولارات أو بضع يعني يروهات، ولا يسموها إيش، إنها بضع من هذه الأموال ليعيشوا. ومع ذلك المجتمع الدولي للأسف سكت، ونسمع عن تقليص المعونات أو تقليص الأموال التي تعطى للأنوروا التي تقوم بمساعدة اللاجئين. أين الأمة الإسلامية؟ كان أولى بأغنياء المسلمين أن يقوم واحد، والله يستطيع واحد فقط أن يقوم، لأن قد يكون لها 125 مليون دولار أنا آسف يعني حجب نصفها 60، يستطيع واحد من هؤلاء التجار الأغنياء الذين فتح الله عليهم أن يقوم فيقول يعني أنا أتوكل بهذا الأمر وعلي أمر الأنوروا دون
أن ينقص من ماله شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة. فالمآسي كثيرة، وما نراه يقطع الأكباد والله ويدمي العين، لكن إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى إن نصر الله قريب، نسأل الله تعالى الفرج لهذه الأمة. على سيرة المال والأموال، دائما لما نتحدث عن قضايا معاناة للأمة بيقول لك واحد، يا أخي لو فقط طبق نظام الزكاة لانحلت كل مشاكل الأمة، لو فقط يعني أقيمت دولة الإسلام لانتهت كل هذه المشاكل. طب هذه يعني يقول البعض هذه أزمات اقتصادية عالمية، يعني نفسها الدولة المسلمة في عهد عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه شهدت مجاعة، نفسها الأمة الإسلامية شهدت كبوات وشهدت صحوات. يعني ألا نحمل الأمور فوق قدرها عندما نقول أن النظام الاقتصادي الإسلامي كالسحر لعلاج كل هذه المشاكل، أم أن الكلام فيه شيء من الواقع مع مبالغة في الحديث؟ لا، هو يعني إذا أردنا أن نتكلم فلابد أن نكون واقعيين. إذا الذي يقول يعني تقام دولة الإسلام، إذا كان يعني بها أن الذين يكونون على رأسها أسماء يعني فقط دون معاني، أو إذا قلنا يحكمها عمم مثلا، إذا كان المقصد هذا فهذا لا يقبله أحد، والإسلام حتى في ذاته لا يقبله، حتى نكون صريحين. يعني إحنا إنما نحن نريد أن تكون المرجعية فيما وضع الله سبحانه وتعالى من أسس لهذه للبشرية، حتى تكون البشرية في حياتها سعيدة وفي آخرتها أيضا سعيدة. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو رب هذه الدنيا كلها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ المولى سبحانه وتعالى أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء والمرسلين، أنزل عليه كتابا، هذا الكتاب قال ربنا جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن لا شك هداية، كتاب هداية، وبفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب استوعب كل ما يجعل الإنسان سعيدا في حياته، كما ذكرنا في كل مجالات حياته، ويعني جاء ليحفظ له ماله، ليحفظ له دينه، ليحفظ له عقله، ليحفظ له نسله ونسبه، ليحفظ له حياته. فمما اهتم به الإنسان الجانب المادي للإنسان، مما اهتم به الإسلام الجانب المادي للإنسان. فنجد مثلا أن فريضة الزكاة وهي جزء من نظام اقتصادي، نحن لا نقول هي النظام كله، لكنها جزء من هذا النظام، لأنها تستوعب شريحة معينة من الناس لا يقدرون على الكسب، لا يقدرون على العمل، تستوعب بعض أعمال الأمة التي قد لا تغطيها أموال مثلا الضرائب أو الأموال الدخل للدولة أو شيء من هذا القبيل، فجعلها الإسلام فريضة اللي هي فريضة الزكاة، وجعلها ركنا من أركان هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، بل قرن الإسلام بينها وبين الصلاة في أكثر من 80 موضع في القرآن الكريم. فنريد أن نقول إن الإسلام وضع قواعد وأسس فعلا في قضية المال، لكن هذه القواعد والأسس هي الهدف منها كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ألا تكون هناك فئة مثلا يعني تستأصل بالمال وبقية الشعوب وبقية الناس يعيشون في فقر مدقع، لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، كما نرى الحال الآن كذا. أو يأتي نظام فيسلب من الناس أموالهم تحت زعم الاشتراكية، وأن الناس شركاء في المال جميعا، وأن لا أحد يملك وشيء من هذا القبيل، كما رأينا في حياتنا ما سمي بالنظام أو ما يسمى بالنظام الرأسمالي أو ما يسمى بالنظام الاشتراكي. وبعض يعني المنتسبين للعلم أراد أنه يعني
يظهر الإسلام تارة على أنه دين رأسمالي، فالبعض كتب الإسلام دين الرأسمالية وإلى غير ذلك، أو أراد أن يتقرب إلى يعني الاشتراكية فكتب عن الإسلام بأنه نظام اشتراكي. والحق أن الإسلام ليس لا هو نظام رأسمالي ولا هو نظام اشتراكي، إنما هو نظام رباني إلهي وضعه الله سبحانه وتعالى للبشرية. ومن العجيب أن البشرية جربت النظام الاشتراكي وفشلت، ورأينا الصراع ورأينا الفقر المدقع في بلاد الاشتراكية، وما صنعت الاشتراكية إلا طبقة، مع أنها جاءت لتحارب الطبقية لكنها صنعت طبقات في 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 أماكنها. وكذلك نحن نرى الرأسمالية كذلك، الرأسمالية نفس الطريق أفسدت وأوجدت يعني شعوبا لا تجد لقمة العيش، في حين كل من الناس يعيشون يعني في رغد، ويعيشون في بحبوحة، ويعيشون يعني في هناء من العيش، في حين بقية الشعب لا مسكين لا يجد شيء. إنما الإسلام يريد أن يوازن بين مصلحة الغني في الحفاظ على ماله والحفاظ على تجارته، وبين حال الفقير، هذا الإنسان يريد أن يعيش. ولذلك أنا يعني يعني لما العلماء يقولون بأن الفقراء عيال الله سبحانه وتعالى، وأن الأغنياء خزان أموال الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مالك هؤلاء جميعا، أمر الخزان أن يعطوا هؤلاء الفقراء من مال الله، وده معنى أنفقوا من مال الله، لأن المال في الحقيقة هو مال الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الإنسان يخرج من هذه الدنيا صفر اليدين كما دخل إليها، لا يملك منها شيء، وقد يكون جمع المليارات وجمع الملايين، ومع ذلك حال خروجه منها ليقابل ربه سبحانه وتعالى يخرج وليس معه شيء. لو أن هذا المال ماله حقيقة لأخذه معه، طيب، ربما ليدفعه يعني لمن يحاسبه. شيخنا الحبيب، الآن إحنا واضح تماما لأي شخص يتابع الحالة الاقتصادية، إذا قلنا له النظام الاشتراكي في الاقتصاد وإدارة المال معروف، النظام الرأسمالي معروف، طيب ما الذي يميز النظام الإسلامي؟ بماذا يسير النظام الإسلامي مع الاشتراكي، وبماذا لا يسير؟ وبماذا يسير النظام الإسلامي مع الاقتصادي في الإسلام مع الرأسمالي، وبماذا لا يسير؟ هل لدينا نموذجا اقتصاديا ثالثا؟ نعم، لدينا نموذج اقتصاديا فريدا. أولا، هذا النموذج ما يميزه أنه نموذج رباني من عند الله سبحانه وتعالى، الذي وضع أسسه، والذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الله الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا. الأمر الثاني، أن نموذج الاقتصاد الإسلامي يقوم على العدل، يقوم على العدل. الاشتراكية قد تزعم المساواة، قد تزعم المساواة فتقول الناس جميعا سواسية. صحيح، الناس سواسية، لا نفرق، وده قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى سواسية أن الرجل الذي لا يعمل، الخامل، الرجل الذي يعني لا يريد أن يفيد أمته ولا يريد أن يفيد وطنه يتساوى، أنا أسف، مع الإنسان الذي يكد ويتعب ويعمل ويشقى. لا يمكن نقول هذا عدل، المساواة في الأجر. أيوة، نعم، لا يمكن نقول هذا عدل في أن تسوي بين هذا وبين ذاك، لا، إنما أنت تقول لهذا الذي لا يريد أن يعمل قم فاعمل، لأن العمل عبادة. الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ منه من الصدقات، وجده النبي صلى الله عليه وسلم شابا جلدا، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا زكاة أو لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الصدقة أو الزكاة لا تعطى لغني لأنه عنده مال، ولا تعطى لذي مرة سوي، لصاحب قوة وصحة يستطيع أن يشتغل وأن يكون عامل إنتاج في المجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب
خير لهم أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. والعمل الإسلام ينظر إلى العمل على أنه عبادة، على أنه عبادة بالضبط. يعني إن من الذنوب ذنوبا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، ولكن يكفرها السعي، ها السعي وراء الرزق. السعي وراء الرزق هو عبادة بالضبط، يعني كسائر العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يميز ما يميز عن الرأسمالية. أنا غني وأنا عندي من مال صحيح، لكن ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. هذا الإسلام بهذا يخاطبني، أنا غني وجاري جائع. لا لا لا، لست من هذه الأمة، من جسد الأمة. حينما أنام أنا يعني مترخ بالمال وبالطعام وبالشراب، وعندي جاري على بعد أميال ولا على بعد خطوات يموت من البرد، لأنه لا يجد مدفأة، لأنه لا يجد ما يؤوي بيت ولا خيمة، لأنه لا يجد ثياب يحجب عنه البرد، فيموت وعلى بعد خطوات وعلى بعد كيلو مترات أو أميال إلى آخره. أناس يعني مترفين، يعني للفقراء لا يعرفون قيمة مالهم من كثرة عدده، ولا يعرفون ما عندهم من كثرة ما أتاهم الله سبحانه وتعالى. للفقراء حق في أموال الأغنياء، فالفقراء حق واجب في أموال الأغنياء. قد يكون الزكاة، وهذا واجب على الغني أن يخرج الزكاة، بل هناك حق آخر غير الزكاة. إذا الزكاة لا تكفي يا سيدي المجتمع، إذا الزكاة لا تكفي الفقراء تمام، فثمة حقوق أخرى ذكرها القرآن الكريم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. آتى المال، الإنفاق. وهي ليست يعني في الرؤوس الأموال وفي النظام الرأسمالي، هنالك كثير من أصحاب الأموال يحب أن يقدموا تبرعات وغير. في الإسلام المسألة ليست اختيارية. لا ليست اختيارية، عندنا أمر اختياري وأمر إجباري. عندنا أمر الزكاة أمر إجباري، لا يمكن. زي ما قال سيدنا أبو بكر، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ده أمر الزكاة أمر إجباري على كل مسلم أن يخرجها. وزي ما كان شيخنا الشعراوي سمعت يوما عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت فقيرا يسير في الطرقات فاعلم أن غنيا ظلمه ولم يعطيه حقه. الغني ظلمه لم يعطيه حق. وهناك غير، إذا كنا بنقول بأن الزكاة أمر فرض على المسلم، وهي فرض عين على كل مسلم يخرجها إذا كان عنده مال، والمال هذا استوجب بالشروط التي وضعها الإسلام لأن يخرج عنه الزكاة، صارت الزكاة في حقه واجبة. وعندنا الأمور الأخرى التطوعية التي حث عليها الإسلام، زي ما قلت: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ثم قال في نهاية الآية: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة، فذكر الزكاة غير إتيان المال. وآيات كثيرة تدعو إلى الإنفاق وتدعو إلى البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأحاديث كثيرة أيضا تحث الناس بأن يعطوا. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: ما من يوم تطلع الشمس إلا ونادى مناد: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. حتى رأينا الصحابة من يأتون بأموالهم كلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا سعد بن أبي وقاص يريد أن يوصي بماله كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا سعد، لا، الثلث والثلث كثير، لئن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس. الإسلام لما بيحث الغني على أن ينفق يريد منه أن ينفق بحب، لا أن ينفق بقهر. يعني لا لا، الإسلام لا يريد من الغني أن يخرج المال وهو كاره، لا، يريد أن يخرج المال وينفقون ويطعمون الطعام على حبه،
حتى بعض المفسرين يقول أي على حب الإطعام، وتارة يقولون على حبه الضمير يعود إلى الطعام، يشتهي الطعام ويريده ثم يأتي به ويضعه أمام عيني ويقول به اذهبوا بي إلى فلان أو أطعموا لفلان، فإن الله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الاقتصاد في الإسلام أيضا ما يميزه عن غيره أنه يعني لا يقوم على الربا، إنما يقوم على الفضل. هناك ربا هناك فضل، ما الفرق بين هذا وذاك؟ الربا أنك حينما تعطي إنسان مالا ها تريد أن تأخذ منه يعني أزيد من ذلك حينما تقرضه، ها لكن في الإسلام لا، أنت حينما تقرض لا 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 تنتظر ممن أقرضته لا ثناء ولا شكورا ولا زيادة ولا شيء، إنما بل العكس، لو أنك تنتظر شيء فهذا هو الربا. وانظر الإسلام كما جعل الزكاة اللي هي قلنا يعني شيء باب من باب الاقتصاد الزكاة، لأنه يسد في المجتمع، جعل من أكبر الكبائر، جعل الربا من أكبر الكبائر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله لعن فيه، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الوزر ثواء. وجاءت الآيات لتشدد النكيل على المرابي، فإن لم تأذى تفعلوا، أي إن لم تعودوا إلى رشدكم وتتركوا الربا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله حرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فجعل الربا من أكبر الكبائر لأنها تنخر في الأمة. إحنا ما رأينا حضرتك ال الهوة الاقتصادية اللي حدثت من 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 قريبا، صحيح لما جلس الاقتصاديون يعني الغربيون أدركوا أن سببها هو ارتفاع نسبة الانترست اللي هي الربا، الفائدة ارتفاع. وذاك رأينا بلد زي اليابان وبعض البلاد صحيح تنزل النسبة إلى الصفر حتى يعني لا تأخذ على الأموال شيء. الإسلام سبق هذه الأنظمة كلها وجعل الاقتصاد يعني لا يقوم على الربا، إنما يقوم على البيع والتجارة، وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب لدينا أسئلة كثيرة عبر صفحتنا على الفيسبوك، ونرحب بأي أسئلة أخرى تأتينا سواء على صفحة الفيسبوك أو بعد الفاصل على الهاتف أو عبر سكايب أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج لمن لديه تفصيل في سؤاله أو خصوصية ما على فتوى الهارد.تي.في. وأحب أن أنوه لأم أنفال التي وعدناها بالإجابة بما يتعلق بمصادر باللغة الإنجليزية والإسبانية لابنها فيما يرتبط بالتبرع بالأعضاء، أخذ فضيلة الشيخ العنوان حضرتك ومن خلال مكتبه إن شاء الله سيصلك إيميل في الأيام القادمة بذلك، ومعذرة على التأخير. وأخونا إدريس نؤكد أننا أوصلنا معلوماتك وأنت الإمام المقيم في بلجيكا والذي تبحث عن عمل. أيضا باقي الرسائل كلها مرحب بها. محمد فضل الله العوامي يقول هل التجارة بمواد التغذية، هذا أول سؤال على الفيسبوك، هل التجارة بمواد التغذية بالتهريب دون جمارك حلال أم حرام؟ لا، الإنسان حينما يعيش في دولة لابد أن يتبع نظامها. تمام؟ لماذا؟ لأن لو كل إنسان تهرب وكل إنسان بعد عن أن يعطي كل ذي حق حقه لن نجد هناك موارد للدولة. أنا أتكلم يعني خاصة في بلاد الغرب، عندنا هنا كل إنسان له حقوقه يأخذها سواء كان طالب بها، حتى إذا لم يطالب بها فهناك نظام يعطيه حقه إذا بلغ التقاعد، إذا لم يجد عمل الدولة تتكفل له بدخل، إذا لا يجد سكن الدولة تضمن له سكن، وهكذا يعني على اختلاف الأنظمة بين بعض الدول وأخرى، يعني بالحجم والكم والكيفية وشيء من هذا القبيل. فأنا أقول بأن التهرب الحقيقة لا أجيزه،
بحال من الأحوال، لأن هو في بينه وبين ها البلد التي يعيش فيها عقد، لابد أن يفي بهذا العقد. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. طيب طارق محمد أحمد يقول: في حال عدم وجود ادخار أو استثمار إسلامي، هل يجوز قياسا على الاضطرار الادخار من خلال البنوك الأخرى؟ نحن قلنا بأنه يجوز من قبل، ليس هناك أي شيء يضع ماله في أي بنك، لكن ما يأتيه مما يسمى من فوائد على هذا الادخار لا يصرفه على نفسه ولا على أولادي ولا على زوجي ولا على والدي، وإنما يضعه في أي مصلحة من المصالح العامة. وأنا أعتقد أنه هو لا يقصد ذلك، ويقصد أنه مثلا إذا أحيانا الناس عندهم ودائع يريدون أن يضعوها بطريقة آمنة ويحققوا عليها أرباح، بقول لك طالما أنا لا أجد بنك إسلامي بدي أروح أحطها في بنك ربا، وأعتقد بهذه الطريقة غير جائز، يروح يعمل له مشروع محترم، يعمل له حاجة يفيد فيها الأمة. أكيد أفضل إذا فعل مشروع تجاري، لأن قضية الإسلام مع الربا هي قضية بيع المال، قضية أن الإنسان يترك إنماء المجتمع، يترك العمل ويلجأ إلى أن يكون المال هو السلعة التي تباع وتشترى. نعم. واخد بال حضرتك، ولذلك من أجل هذا حرم الربا وأباح البيع بالتقسيط، مع أن في وجه مشابهة بين الربا ها وبين البيع، وكثيرا ما أسأل هذا السؤال. لا، الربا عبارة عن أموال، البيع والشراء بها بيتم يعني إيه هي للمال، هي النقد بالنقد. النقد بالنقد، أما في البيع بالتقسيط لا، ده أنا بديله مال وباخد سلعة، باخد بضاعة وهو بروح يشتري بضاعة تانية، وهكذا يمشي السوق ويعني التجارة تنمو. أكرمكم الله فضيلة الشيخ، سأتابع معك ومع جمهورنا الكريم، ولدينا كثير من الأسئلة سنجيب عليها بإذن الله تعالى ونستقبل المزيد منها، ولكن خليكم معنا، بدنا نريح شوي، فاصل قصير وراجعين، فاصل قصير راجعين، فلا تذهبوا بعيداً.